كيف هو الحواج موافقين لنا جبرون في حياتنا اليومية يا غير ما لا يتغلبنا باللي احنا أصحاب التحدي. سنة 2010 كانت سنة مفصلية في حياة مجموعة من الشعوب والأفراد، وأنا واحد منهم اللي غيرت له طريقه من شاب يهوى الحياة إلى شاب يعيش من أجل تغيير الحياة. سنة نعقدوا فيها كرعية يا غير انطلست فيها إرادتي، وكان تغيير عن طريق حادثة سير. خطيت عميل في مركز للترويض الطبي وإعادة التأهيل، كان بعيد عنا بأكثر من 1000 كيلومتر. الناس فما تنزار كل سيمانة، وأنا والدي الله يرحمهم ما شفتهم إني رجعت لهم. خطيت عميل في مركز الترويض الطبي، الحمد لله استرجعت جزء من صحتي وجزء من عافيتي، عدت نحرك ذرعتي وعدت نقعد في الكرسي وندحيه، وكنت نمشي مكسيري يسوى عني كنت كيف سرعة الفكرون، يا غير كنت نوصل لجميع المراكز اللي في المركز، لأنه كان عندي واحد الشكل دائري وكنت نوصل للطبق العلوي أو حتى الطبق السفلي بفضل المصاعد اللي كانوا فيه. كانت الجامعة قريبة شوي من المركز، قلت أنا علاه ما نكمل حلمي ونكمل دراستي، وفعلا مشيت خطيت واحد لونتخوتيان نقبلت فيه، وكانت فرحتي كبيرة وكانت فرحة زملائي أكبر وكذلك الطاقم الصحي اللي كان مشرف علينا. أول يوم عندي في كلية العلوم جيت سولت عن القاعة اللي نقرا فيها، قالوا لي في التروازم ايطاج، قلت أنا ما كان مشكل، قلت لهم منين الأسانسور، وكان الجواب الصادم ما عندنا أسانسور في الكلية. رجعت نخرص البناية نحسب الطاجات 3 بعينية، كان هذا أول احتكاك لي بالمجتمع خارج أسوار المركز. جاني واحد طالب سولني عن شعبتي، راه يقرا معايا في نفس الشعبة، قال لي واش باغي تطلع القسم، قلت له واش أنا جاي من المركز باش نقعد في الساحة، أنا جاي باش نتحدى إعاقتي، جاي نتحدى ذاتي، نكمل قرايتي، ما هو نتحدى هو الدروج. أو قال لي شوف صبر عليا، مشى غبر واحد شوي هو يجمع ترينغ من الطلبة، شي يرفد من اليمين شي يرفد من اليسار من القدام من اللور، واحد القدام يمشي حيد بالاك حيد بالاك، وعندنا مولي فريق ثاني من الاحتياط يحاني في الدوزيام ايطاج باش نكمل طريقي. مشينا كيف شي موكب فرعوني ودخلنا للقاعة، وانا مولي قعدت في القاعة وقعد القدام ونخرج في الاستاذ بتحدي ونقول مع نفسي واش احنا 65 درجة لا يتمنعنا من القرايه، راه لا مستحيل مع اصحاب التحدي. ولكن بصراحه كنت نخمم كيفاش راح ينقض. رجعت لمدينتي الاصليه مدينه العيون، رجعت بشهاده جامعيه يا غير مالي باراده فولاذيه، وقررت على انني ننخرط في العمل الجمعوي وفي العمل المدني من اجل الترافع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، وأسسنا جمعية النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكنت أركز أكثر على الترافع الذاتي أو المناصرة الذاتية، نبغي نبين على أنني حيت نعيش حياة عادية، تشوفني في القهوة تشوفني في السوبر مارشي، نمشي الإدارات نقضي أغراض الإدارية سواء ما فيها ولوجيات، ولكن نصر على أنني ندخل لها. حتى قاعة المغطات اللي كانت تحدانا كنت نمشي لها وأنا عارف عن ما فيها مكان الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن ندخل باش نتفرج، يا غير كنت نتفرج جلال تحت ونتفرج كيف تهان، لأن في أي لحظة اللي تجي فيه الكرة. والمهم نبغي نوصلكم فهيك اللحظة وياك تجاوب على التليفون، ترفد التليفون تجي لك الكرة. أنا قال الحمد لله تعال كتخط واحد القاع المغطس يطفى تليفوني وحده، قعدت نركز على هذا الجانب على أني خاصني نبان ونتحدى جميع الحواجز اللي كان، ولا بدي نعود جبرت مع شي واحد فيكم في الشارع قلت له الله يجازيك عاوني باش تخطى الشارع أو نطلع نتخطى لهذه الإدارة ما فيها الدروج، لا بدنا نجبر حد منكم، ياك؟ يا غير مولي أنتم مولي اللي ما قطيتش جبرت، لا واش دروسكم؟ راني لاهين، لا بدنا نقول لكم عاونوني باش ندخل الإدارة أو ندخل، لأن اللي تجبروني دائما قدامكم، ياك بعد اللي تعاونوني؟ يا غير أنا ما بغيتكم تعاونوني.
وما بغيتكم ترفدوني. الى انت تم نطلب اللي نعرف واللي ما نعرف. الله يرحم لك الوالدين، رفدني واحد التريطوار ما قاعد نتخطاه. الله يجازيك، هالاداره ما فيها الدروج، رفدني باش ندخل. هذا ما هو هدر الكرامه، هذا ما هو نوع من الشفقه والعطف. علاه وحدين تجبر امورهم صالحه ويعيشوا الحياه بسهوله، وواحدين عندهم صعوبات في الحياه؟ علاه انا من قبل كنت نمشي لاي اداره اي مكان بسهوله ونوصل له ما عندي اي مشكل، ودرك من عاد عندي اعاقه حيت نجبر عشرات الحواجز قدامي. علاه التهيئة العامة والتصميم العام مسهل على واحدين وواحد المصاحب عليهم؟ علاه أنني في وضع إعاقة خاصني نتحدى هذه الحواجز باش نقال على أنني من ذوي الهمم العالية، من أصحاب التحدي، من ذوي القدرات الخارقة؟ أحيانا نتخطى من حداك وأنت منخرص ونخمم ونقول علاه تم تصميمه بهذه الطريقة هذه؟ واش باش منين حنا نبغوا نطلعوا له يرفدونا كيف الخنش؟ واحد قاعد اللور يتفرج فيك، برافو والله إلا تحدى الوضع وركب الكار. والله من نوبات نتخطى لحدا بناية وفيها الدروج ومن الرخام يا غير ما فيها ولوجيات، ونقول مع راسي وقيلا غير المهندس عدل هاي القضية اكسبري باش يمنحنا احنا الفرصة باش نتحداو هاد الدروج هاو. اننا الحق ذلك على اننا من ذوي التحدي، ونكون عند حسن ظن المجتمع اللي كيعطينا في واحد الصوره اننا خاصنا نتحداو الحواجز البيئيه. احنا مانا ذوي التحدي ولا ذوي الهمم العاليه، احنا اشخاص ذوي الاعاقه. فعلا عندنا قصور، ولكن ما هو اعاقتنا؟ إعاقتنا في البيئة المحيطة بنا، واللي منين نتفاعلوا معها تمنعنا من المشاركة بشكل كامل وفعال. وخاصنا هاي الحواجز نقلعوها ونديروا بالها تدابير تيسيرية مناسبة، وندمجوا مفاهيم الولوج إلى التهيئة العامة، لأن أي تهيئة خاصة تكون ميسرة للجميع. عندنا دروج نديرو ولوجيات، عندنا إشارات ضوئية نعدلو إشارات سمعية، عندنا لغة للتواصل نتعلمو لغة الإشارة باش نتواصلو مع الصم والبكم. الحياة سهلة يا غير نصعبوها منين نستثنو وحدين من مخططاتنا، والله منين نحصرهم في صور نمطية وأشكال محددة. اليوم خاص أصحاب القرار والمشرفين والتقنيين يغيروا من نمط تفكيرهم ومن نمط تصورهم للتهيئة العامة والتهيئة العمرانية، ويدرجوا مفاهيم كيف الولوج، النفاذ، الوصول، لأن هذه الأمور تحفظ الكرامة المتأصلة فينا كإنسان. نهار ثاني رحت الجامعة قلت لهم راه ما يمكن نقرا في الدراسة، شرحت لهم وضعيتي، تفهموني ونسقوا معايا ووفروا لي قاعات لتحت، وكملت دراستي بشكل ميسر طول العام بلا رفد بلا طرح. سابق 2010 ما كنت نخمم في هاي الامور ولا هي كانت حاجه لي. يا غير اليوم خاص نخمو فيه كاملين ونترافعوا عنه، به اللي احنا في اي لحظه مشاريع للاعاقه. شكرا.